إذاعة سلطنة عمان تقدم نفتح نوافذ الصباح، نطل عليكم مع صفحة جديدة في يوم جديد. وصباح الخير يا بلادي. نحمد الله في كل صباح ونشكره كلما طار طير وكلما نور الشمس لاح. صباح الخير يا بلادي يا بلادي، صباح الخير. اسمك على الله يا طير يا الله صباح الخير، اسمك على الله يا طير يا الله صباح الخير، اسمك على الله يا طير ويا الله صباح الخير، اسمك على الله يا طير يا الله صباح الخير، اسمك على الله يا طير يا الله صباح الخير، اسمك على الله يا طير ويا الله صباح الخير يا الله ويا الله. أحبتنا أحبة الصباح، الصباح حكاية النور على ضفاف مفردات الصباح، ينسج بإشراقته روح الأمل والحياة على كل روائع الزهور في صفحات النور. قد أستشعر الورد في لغة الصباح بروح أجمل، وقد أستأنس النسيم في وداعة البحر بروح أجمل وأحلى، وقد أعيش لحظات الصباح السعيدة بلغة التفاؤل والأمل. لغة الصباح سعادة، لغة الأنوار سعادة، لغة الأزهار سعادة. ضنان الشوق ضنان الشوق وازداد الشجون، وكتر الدمع بتحرك جفوني، ضنان الشوق ضنان الشوق وازداد الشجون، وكتر الدمع الدمع حرك جفوني، ضنان الشوق ضنان الشوق وازداد الشجون، وكتر الدمع الدمع حرك جفوني، ضنان الشوق ضنان الشوق وازدادت شجوني، وكتر الدمع 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 حرك جفوني، من اللي حبهم قلبي نسوني، من اللي حبهم قلبي نسوني، ولا حتى بكلمة يذكروني، ضنان الشوق الشوق ضنان الشوق، ضنان الشوق يا ابوي ضنان الشوق، ترجمة
ينسوني أنا قلبي معاهم ويجافوني وأنا وافي بهواهم تناسوني وأنا 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 قلبي معاهم ويجافوني وأنا وافي بهواهم تناسوني وأنا قلبي معاهم ويجافوني وأنا قدس هواهم تناسوني وأنا أنا وأنا قلبي معاهم ويجافوني وأنا وافي بهواهم ولا فكرت مرة في جفاهم ولا فكرت مرة في جفاهم وإيش أسباب أجري وجروني ضنان الشوق الشوق ضنان الشوق ضنان الشوق أبوي ضنان الشوق أحبتنا أحبة الصباح، نرحب بكم في هذا الصباح السعيد الرائع الذي يجمعنا بكم ونقول ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. بيت جميل حقيقة من الأبيات الجميلة الرائعة. دائما عندما الإنسان يعني يستنطق هكذا أبيات يحس أيضا بطعمها ولذتها. ولست أرى السعادة جمع مال، على اعتبار أن الإنسان أو بعض الناس لا يعني لا يرون أن السعادة في المال وإنما يرونها بجانب آخر. صحيح، هو الناس يعني مختلفين، في حد يشوف سعادته في امتلاك الأموال بالضبط. في حد يشوف سعادته بأنه يعني بشوفة شخص ثاني يسعده، والسعادة تختلف من شخص لآخر بالضبط. ولكن الإنسان التقي، الإنسان الذي علاقته بربه يعني علاقة عظيمة، والإنسان أيضا يستشعر بروح الحياة بجمالية الحياة، يستشعر أن الصباح وأن التقى الذي يجمعه بينه وبين الله سبحانه وتعالى هو فيه السعادة. نعم. فالإنسان يبدأ يومه بصلاة الفجر يحس نفسه كذا مرتاح ومقبل على الحياة بأمل وتفاؤل وسعادة. وشعر الإمام الشافعي أيضا في السعادة هناك شعر يقول: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السعادة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. شعر جميل طبعا للإمام الشافعي أيضا في السعادة، وحديث أيضا قيل في السعادة، وكتب أيضا قيلت في السعادة، وكثير من الكتاب والباحثين كتبوا عدة مفاتيح للسعادة، ولكن كل شيء يعتمد على الإنسان وكيف يرى الحياة. فإذا هو رأى السعادة في كل شيء أمامه خلاص صارت الحياة كثيرة طبعا. وتبقى هناك يعني الكثير من المحطات التي يستطيع من خلالها الإنسان أن يكون لنفسه سعادة ليس لها مثيل. هكذا هي الدنيا، الأمور فيها طبعا تقترب من السعادة أحيانا، ويمر بالإنسان الحلو والمر وإلى آخره، محطات كثيرة في حياتنا. وحديثنا يعني حديث السعادة فيه فلسفة كبيرة، يعني حتى لو تكلمنا من اليوم للغد ما بنخلص، لأنه مجالات السعادة كل شخص له فلسفة خاصة بالسعادة. بالضبط، حد يرى السعادة في الجمال، يرى السعادة مثلا في المال، يرى السعادة مثلا في أنه يتمشى على البحر، يرى السعادة في أنه مثلا أنه يكون يعني طيب القلب،
في بعض السعادة يعني عكس ذلك وهكذا، أنه يكون متسامح مع غيره. بالضبط. عموما نحن معكم أحبتنا في هذه اللغة، لغة السعادة، نتمنى فعلا أن تكونوا سعيدين في حياتكم، أن يكون الصباح صباح سعيد، وأيضا الفترات الأخرى كلها سعادة ورضا بما كتبه الله لكم. هذه تحيات طاقم الصباح السعيد معكم إن شاء الله. معكم في الإعداد والتقديم هلال بن سالم الهلالي، الزميلة حنيفة بنت خميس العبرية تحييكم بكل سعادة معنا في التقديم، ومعنا أيضا في الإخراج هزاع بن سيف الراسبي. لو بغيت أضحك وسولف مع الناس عيت العبرات فارق عيوني، حبك على عيني وقدرك على الراس، ما غليت غيرك من البشر يا فتوني. لو بغيت أضحك صباحكم الله بالخير أحبتنا، ساعتنا تشير إلى 7:42، أنتم تستمعون إلى برنامج صباح الخير يا بلادي. ذكركم بهاتف أو برقم الرسائل 90484. إذن على 90484 نصبح عليكم، أيضا نتمنى تصبح علينا، وأهلا ومرحبا بالجميع. طبعا احنا نسعد برسائلكم على الرقم 90484 للي حاب يتواصل معنا على البرنامج، ونرحب بكم في هذا اليوم الثلاثاء 27 ربيع الثاني 1436 هجرة، الموافق 17 فبراير 2015 للميلاد. واليوم حديثنا راح يكون عن السعادة، والسعادة هي في الواقع إحساس داخلي يشرق على نفسك وروحك وينعكس على ملامح وجهك وتصرفاتك لترى الدنيا أكثر جمالاً، ويزداد حبك لمن حولك، وتتضاعف قدرتك على العطاء وفرصك للنجاح. ما هي إلا يعني دقائق ثم ننتقل إلى محطة أخرى من محطاتنا الصباحية. نتمنى فعلا يكون إن شاء الله يومكم يوم سعيد ويوم جميل ويوم رائع بصحبتنا وبصحبتكم أيضا، وما شاء الله بدأت أيضا الرسائل تنهال، هذه متقطعة بعض الشيء، ولكن إن شاء الله ستكتمل بإذن الله تعالى. أول المرسلين، صباحاتكم إشراقة أمل يتجدد، علينا أن نوقن فضل الله علينا في علمنا وحده وعملنا، ونخطط وفق قدراتنا بهدف النجاح، ونتوكل على العزيز المتعالي. هذه الرسالة من سليمان الفهدي، شكرا جزيلا لك يا سليمان على هذه الكلمات. شكرا يا سليمان، وفعلا كلمات جميلة وكلمات أيضا رائعة، وطبعا دائما عودونا أصدقائنا أنهم يختاروا المفردات الرائعة الصباحية الجميلة، وما أجمل فعلا أن تكون مفرداتكم هذا اليوم عن السعادة، ومجمل السعادة أيضا يكمن في الإنسان يعني يعيش هكذا قرير النفس هادي، ويحس أيضا بطعم كل شيء جميل حوله. صباحكم سعادة.
أهلا بكم مع صحافتنا المحلية الصادرة هذا اليوم، ونقرأ على حضراتكم أبرز العناوين في صحيفة عمان. على الورقة الأولى في صحيفة عمان: جلالة السلطان يمنح وسام عمان العسكري لرئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإيطالي. الحكومة وفرت أكثر من 105,000 وظيفة خلال 4 سنوات، سجل القوى العاملة تطرح وظائف بالقطاعين والتقديم برقم واحد. خبراء ومحللون يدعون لمراجعة حوافز الاستثمار. 23.6 مليار ريال الناتج المحلي بنهاية 2014، وإنتاج السلطنة من النفط 960,000 برميل يوميا. الجيش المصري يقتل العشرات في قصف مواقع التنظيم بليبيا. السلطنة تدين إعدام داعش ل21 مصريا وتؤكد على مكافحة الإرهاب. المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تنتظر تعريفا جديدا. مجلس الدولة يناقش التأمين التكافلي اليوم. أول إعلان مشترك لفرص العمل المتاحة في القطاعين. الهيئة العامة لسجل القوى العاملة رقم واحد للتقدم لفرص العمل المتاحة في القطاعين. ويقول الدكتور يونس الأخزمي: لا توجد جهة مسؤولة عن الوقوف على مهارات وإمكانيات ورغبات وميول الباحثين عن عمل، وكوادر الهيئة المتاحة تساهم في تخفيض كلفة مشروع الربط الإلكتروني إلى 3 ملايين ريال. الحكومة وفرت أكثر من 105,000 وظيفة خلال الـ4 أعوام الماضية، والتصميم الجرافيكي أحد التخصصات التي تواجه مشكلة في عدد فرص العمل. أيضا من العناوين على الصفحة الثانية وكذلك الثالثة في جريدة عمان: تطوير البنية الأساسية في الخدمة المدنية. دول مجلس التعاون تناقش مقترح السلطنة بتفعيل نقل وإعارة الخبرات العاملة. تعريف جديد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتناسب والمرحلة القادمة. اقتصادية الدولة تناقش مشروع قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية. الجلسة شملت قانون مكافحة الإغراق. اقتصادية الشورى تناقش قانون دعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. التدريب على طرق مكافحة الإتجار غير المشروع بالحياة البرية. هذه حلقة عمل تنظمها البيئة بالتعاون مع إبو للرفق بالحيوان. تشغيل خدمات قاعة إنجاز ببلدية نخل. الوطنية لحقوق الإنسان تشارك بصفة مراقب في اجتماعات اللجنة العربية الدائمة. شمال الباطنة الأعلى، السجل العقاري، قيمة العقود المتداولة تتجاوز 334 مليون ريال خلال يناير الماضي.
نظمته الصحة ومنظمة الصحة العالمية اختتام فعاليات برنامج القيادة من أجل الصحة غدا. لجنة لإعداد تقرير فني لجنة لإعداد تقرير فني بالمواصفات للكهرباء والمياه تعتمد لائحة المواد المستخدمة في قطاع المياه غير المرتبط. صحية صور توافق على تكليف فريق الطبي للقرى الجبلية والبعيدة. ولمشاركة 20 فنيا حلقة عمل لفني المختبرات الطبية بنزوة. بهجة العمانية للأيتام ترعى 500 يتيم ويتيمة. لجنة التحقيق مع أصحاب حملات الحج تستدعي المخالفين. وكذلك حلقة توعية حول التحول الإلكتروني بين البيئة وتقنية المعلومات. الأوقاف ترصد نواقص الكوادر الدينية. على الصفحة 8 في جريدة عمان عرض أوبريت خدماتنا في كل شبر من أرضنا. الخدمات الهندسية بالدفاع تحتفل بيومها السنوي واستعراض أوجه التعاون العسكري مع إيطاليا. اختتام دورتين تدريبيتين بمعهد الضباط. وفد من شرطة ألمانيا يزور قيادة شمال الباطنة. دورة في التسجيل الجنائي لموظفي الشرطة والادعاء العام. وحلقة تطبيقية في تخطيط الحوادث المرورية بجنوب الشرقية. اليوم ما شاء الله الجريدة عامرة مثل ما ذكرت حنيفة. ونطالع أيضا على الصفحة 10 في جريدة عمان انتقادات لإلقاء مخلفات البناء في المقابر بالمصنعة. 80% من المركبات الهيدروكربونية تسبب المواد العالقة. جامعة نزوة تنجز دراسة بحثية حول المياه المعالجة بتمويل من البحث العلمي. تكريم 66 مجيدا ومتقاعدا بالداخلية. تجشم مشقة السفر رغم سنه. العوابي تحتفي بأول ناظر لمدرستها بالتزامن مع يوم المعلم. الظاهرة تكرم المجيدين في العمل المائي والبلدي. طلبة جامعة السلطان قابوس يزورون مدرسة وادي بني خروس. وأيضا على الصفحة 10 في جريدة عمان انجحي أينما كنت هذا برنامج لنساء الرستاق. تعليمية شمال الباطنة تقيم بحوث الطلاب حول حقائق للحياة. حملة توعوية ونظافة بمدينة قلهات الأثرية بصور. تعليمية جنوب الباطنة تناقش معايير تقييم مشاريع مسابقة النظافة. وحملة لمتابعة نظافة المحال التجارية بالخط. ننتقل الآن إلى الصفحات الاقتصادية في جريدة عمان. بزيادة 5.2% وارتفاعات بالأنشطة أكثر من 23.5 مليار ريال الناتج المحلي والإجمالي للسلطنة في 2014. بمعدل أكثر من 960 برميلا يوميا ارتفاع إنتاج السلطنة من النفط الخام والمكثفات النفطية خلال شهر يناير. بعضها يحمل أسماء أشخاص وأرقاما وعناوين لمواقع إنترنت. تنظيم الاتصالات تحذر المستخدمين من التفاعل مع الرسائل ذات المضامين السيئة والمشبوهة. عمانتل نعمل على توعية مشتركين وحثهم على عدم فتح الروابط الإلكترونية المجهولة. أريد تقول نتعاون في مثل هذه الحالات مع الهيئة لمكافحة الاحتيال وحماية زبائننا. فعلا الموضوع يستحق أن نقرأ. وطبعا يعني الصفحة هنا برمتها تتحدث عن هذا الموضوع. فعلا في العديد من الناس اللي وصلتهم مثل هذه الرسائل كانوا في منهم يرد عليهم. فالحين الهيئة العامة للاتصالات تقول لهم أنه
ما يردوا عليهم. هي بحد ذاتها في بشكل عام احنا ايضا نحذر بعضنا البعض، يعني هذا الان مثل هذا التحذير من الهيئة، ولكن ايضا نحذر بعضنا البعض. فعلا احيانا تكون رسائل ذات مضامين سيئة، رسائل ذات مضامين ايضا مشبوهة، يعني لمستخدمي تطبيقات التواصل الاجتماعي نتمنى انهم فعلا يديروا بالهم على هذه النقطة، لان احيانا فعلا تكون هناك روابط، هذه الروابط تكون او انها تاخذ حتى معلوماتك الشخصية من الهاتف. بالضبط، هذا ما نتمناه. واحد ايضا حاب يعني يستفسر على الموضوع او يقرر الموضوع بشكل كبير، موجود على الصفحة الثانية في الملحق الاقتصادي. ونكمل العناوين في الملحق الاقتصادي من جريدة عمان. بحث خطة العمل في شأن التقييم الذاتي للدولة لخبراء السلطنة. ندوة حول حماية المال العام لموظفي النفط والغاز. وقف ترخيص للمكاتب التدريبية يعود لممارسات خاطئة. عمان المعرفة والمركز الوطني يستضيفان برنامج ريادة الأعمال المجتمعي. حتى الأطفال هناك صار المستثمر الصغير. تدشين برنامج المستثمر الصغير لنشر ثقافة التخطيط بين طلبة المدارس، أنشطة وحلقات تدريبية برعاية ميثاق للصيرفة الإسلامية. جميل فعلا أن نطل على هذا الجانب وعلى هذه الزاوية، وأن نمرس في الأبناء يعني هذا الاستثمار من هم وصغار، قيمة الادخار والاستثمار فعلا قيمة جميلة. 26 مشروعا تحت الإنشاء بمنطقة سمائل الصناعية. وبرنامج تدريبي لتنمية المهارات الأساسية للباحثين عن عمل بالدراسات المصرفية. لجنة التعدين والكسارات بالغرفة تبحث كيفية إيجاد قطاع واعد ومنتج. حلقة عمل حول تطبيق التلقيح السائل للنخيل بالخابورة. رائدات الأعمال بالظاهرة يشاركنا في ندوة التمكين الاقتصادي للمرأة. وارتفاع 13 شركة وتراجع 9 شركات، مؤشر سوق مسقط يضيف مزيدا من النقاط ويغلق فوق 6690 نقطة. التوعية حول إزالة شجرة الغاف البحري بولايات شمال الباطنة. توزيع معدات تقطيع الأسماك بسوق السيب. أعتقد نكتفي بهذا القدر من هذه الإطلالة السريعة في عناوين صحافتنا المحلية الصادرة هذا اليوم. كنا معكم ومع جريدة عمان. صدق بن عمان هي دار الأمان، دام قابوس الوفي سلطانها، دام عزك سيدي طول الزمان، شوف كيف السلطنة وعمرانها. يا شعب قابوس حان ابن الأوان، واجب نحافظ على بستانها، نرفع اسم عمان ما تنزل عمان، واسمكم قابوس رافع شانها، رافع شانها. صدق من نعمان هي دار الأمان، دام قابوس الوفي سلطانها. صدق من نعمان هي دار الأمان، دام قابوس الوفي سلطانها، دام عزك سيدي طول الزمان، شوف كيف السلطنة وعمرانها. صدق بن نعمان هي دار الأمان، دام قابوس الوفي سلطانها، دام عزك سيدي طول الزمان، شوف كيف السلطنة وعمرانها. صدق بالنعم.
شعب قابوس حان بنا الأوان واجب نحافظ على بستانها نرفع اسم عمان ما تنزل عمان واسمكم قابوس رافع شانها يا شعب قابوس حان بنا الأوان واجب نحافظ على بستانها نرفع اسم عمان ما تنزل عمان واسمكم قابوس رافع شانها بلادي وعرشك زانها دامنا حيين قدرك لا يهان يا فخر للسلطنة وعمانها في سنة 70 شع النور بان زانت بلادي وعرشك زانها دامنا حيين قدرك لا يهان يا فخر للسلطنة وعمانها قابوس صباح الخير أحبتنا، أهلا ومرحبا بكم حتى نتواصل مع محطاتنا الصباحية. ما شاء الله رسائل جميلة ورسائل كثيرة، إيش أبرز الرسائل عندنا حنيفة؟ صباحكم طبعا سعادة، صباحكم خير وسعادة مع الأجواء الطيبة المغيمة محافظة الظفار ولاية الطاقة. لا تندم على نية، طبعا المرسل الرسالة السابقة مجهول، لا تندم على نية صادقة منحتها ذات يوم لأحد لم يقدرها، بل افتخر أنك ما زلت إنسانا يحمل قلبا من ذهب. شكرا جزيلا لك يا حارب الشيباني من بهلة على هذه الرسالة. صباحكم خير وسعادة من ولاية الطاقة. طبعا يا ليت اللي من ولاية الطاقة يرسل اسمه، ذاك نسى الاسم. عموما طبعا لا ننسى أيضا أنه هذا الأسبوع هو أسبوع الوئام حسب أيضا ما جاء، والوئام أيضا نوع من أنواع السعادة، وما أجمل أن الوئام نوع من أنواع السعادة، ولا أن الوئام هو سبب للسعادة؟ سبب للسعادة، ويدخل أيضا في خضم طبعا ومجمل السعادة. إذا كنت دائما السعادة كذا باللمة، اللمة الجميلة واللمة الحلوة، والوئام فعلا أن تعود المياه إلى مجاريها ويكون يعني صفاء ونقاء ووئام. في أسبوعنا طبعا أسبوع الوئام وأسبوع التناغم الجميل مع هذه مع السعادة. أحبتنا دائما نتمنى لكم أيامكم إن شاء الله كلها وئام وكلها سعادة. أيضا أبرز الرسائل حنيفة، صباح الخير موطن الغالي وصباح الخير للمجيدين، ومع قطر الندى في هذا الصباح المفعم بالمحبة والأفراح، صباح الهلال الهلالي وحنيفة العبري. شكرا جزيلا لك صديق هذا البرنامج المميز عبد الله الطوقي، شكرا جزيلا لك يا عبد الله على هذه الرسائل الجميلة اللي دائما تبعثها للبرنامج. بقلوب راضية بحكم الله وقدره، نعز الشيخ محمد علي حميد البلوشي وعبد الكريم وإخوته في وفاة والدتهم سعيد المزيني، الله يرحمها ويغمد روحها الجنة يا رب.
لا تتحدث بسعادتك أمام حزين، ولا بمالك أمام فقير، ولا بقوتك أمام ضعيف. أوزن كلامك وراعي شعور الآخرين واحمد الله على ما تملك. هذه الرسالة من محمد أبو زاهد، شكرا جزيلا لك يا محمد على هذه الرسالة. يا محمد، شكرا للجميع، شكرا أيضا للتواصل، شكرا أيضا لهذه الرسائل وهذه المفردات الرائعة. 5 دقائق بعد 8 ساعة الآن في إذاعة سلطنة عمان، نحن معكم وبرنامج صباح الخير يا بلادي. وحتى يسود الوئام والمحبة في أسبوع الوئام والمحبة، أحبتنا أتمنى إن شاء الله تكون طرقاتنا كلها سعيدة وبدون حوادث بإذن الله تعالى. معنا الحين النقيب محمد الهشامي راح يخبرنا عن طرقاتنا لليوم. صباح الخير نقيب محمد. صباحكم خير أختي العزيزة، وصباح الخير أيضا لكل المستمعين الأكارم، وأتمنى لهم دروب آمنة وسالمة بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى. النقيب محمد الهشامي من شرطة عمان السلطانية، أهلا ومرحبا بك معنا في هذا الصباح، سعيدين جدا بهذه الإطلالة الصباحية معك النقيب محمد. ياليت بس هكذا يعني بشكل عام، كيف طرقاتنا اليوم؟ نعم، وإحنا أسعد أخي هلال وشاكر لك أيضا هذا الحضور الدائم. وطبعا بالنسبة للطرق في مختلف محافظات السلطنة بشكل عام لله الحمد اليوم تشهد هدوء نسبي. معظم الطرق المؤدية إلى محافظة مسقط أيضا مع نشاطها العالي طبعا، إلا أنه لله الحمد لم نسجل أي منغصات يعني تعرقل الحركة المرورية في الفترة الصباحية، وابتداء طبعا من الساعة 6 صباحا وحتى انتهاء فترات الذروة تتراوح ما بين الساعة 8:30 والساعة 9
شهدنا هدوء جيد على الطرقات من حيث لا توجد أي حوادث مرورية، لا توجد أي تعطلات لمركبات، وكذلك لا توجد أي تعطلات لإشارات ضوئية تسبب في عرقلة الحركة المرورية. وطبعا مع وجود الكثافة في الطرقات كطريق مكة السريع وكطريق شارع السلطان قابوس وطريق 18 نوفمبر، إلا أن نقول مثل هذه الطرق الرئيسية وبعض أيضا النقاط الأساسية للالتحامات المرورية بشكل دوري في كل يوم طبعا متواجدة في كل عواصم الدول، وهذه الالتحامات تعتبر طبيعية حقيقة بشكل يومي لكون معظم يعني هذه المحافظة تشهد نشاط كبير من الموظفين، والوضع لله الحمد اليوم هادي. ربما هنالك هو حدث أبرز اليوم خلال وهو أيضا انطلاق طبعا طواف عمان في بداية هذا الصباح أو في الفترة الثانية من بداية هذا الصباح في تمام الساعة 11:30 بإذن الله تعالى، وأيضا ستكون يعني سيكون هذا الطواف سيمر بمعظم أيضا الطرق هنا في محافظة مسقط ويأخذ أيضا أجزاء من محافظة شمال أو عفوا جنوب الباطنة ولاية بركة، وهذا الطواف أيضا يعتبر من الحدث أو الأحداث الرياضية التي تختص بها السلطنة عن غيرها من دول الجوار، وهو أيضا من الأحداث المتابعة من الكثير من المهتمين في هذا الجانب، وكذلك إنه هذا الحدث أيضا يعتبر وسيلة ترويج لمعالم السلطنة وإثراء الجانب السياحي والرياضي فيها. جميل. وبالتالي الانطلاقة ستكون بإذن الله تعالى الساعة 11:30، وإذا كان يعني هنالك من مجال سنستعرض أيضا مسار هذا الطواف حتى يكون أيضا الإخوان المستمعين أو مستخدمي الطرق أيضا على بينة في للأماكن التي سيندرج فيها هذا الطواف بإذن الله تعالى اليوم. نعم، وجميل فعلا أنه يعني على ذكر الطواف على هذا الشيء على حدث أبرز مثل ما ذكرت نقيب محمد، فعلا حابين نتعرف يعني كيفية التناغم مع هذا الطواف أكثر، وأيضا متابعة مسار هذا الطواف حتى يتسنى للجميع يعني أخذ احتياطاتهم إذا كان في ربما قد تكون إشكالية في الازدحام، قد يكون اختناق مثلا شيء من هذا القبيل نقيب محمد. نعم طبعا أخي العزيز، يعني الطواف يتكون من 6 مراحل، المرحلة الأولى كما أسلفت تبدأ اليوم بإذن الله تعالى في الساعة 11:30، وينتهي هذا الطواف يوم الأحد القادم بتاريخ 22 فبراير. طبعا بالنسبة للمرحلة الأولى التي تنطلق اليوم تبدأ من أمام حصن النعمان بولاية بركة، ومن ثم الاتجاه إلى شارع الباطنة مسقط، وكذلك أخذ تقاطع منطقة السوادي، من ثم الصعود إلى أعلى هذا التقاطع والاتجاه إلى ولاية نخل، بعدها أيضا الاتجاه إلى تقاطع طريق نخل بركة ودخول مثلث الآجال في ولاية نخل، ومن ثم أخذ شارع الطو فنجة والاتجاه أيضا إلى دوار حلبان، بعد ذلك الاتجاه إلى دوار تقاطع مسقط السريع، وأخذ أيضا طريق مسقط السريع طبعا، ثم الانتهاء إلى وادي عدي، دوار وادي عدي أو إشارات وادي عدي، والرجوع مرة ثانية للخلف إلى منطقة لوطية والانتهاء بميدان الفتح بلوطية. طبعا في أجزاء هذه المرحلة اليوم يعني سنشهد انقطاع في الحركة المرورية قليلا في طريق الباطنة مسقط، وكذلك انقطاع في الحركة المرورية لشارع مسقط السريع. ربما الأبرز يعني سيكون الانقطاع على طريق مسقط السريع لكونه أيضا يمتد لمسافة طويلة من جسر حلبان باتجاهنا إلى إشارات القرن، وهذه المسافة يعني تشهد اليوم بإذن الله تعالى ربما ازدحام لكون أيضا تقطع الحركة المرورية ما قبل أو ما بعد الدراجين، وهنالك أيضا ستكون متابعة من قبل دوريات الشرطة ومتابعة أيضا من أجل تأمين المسار لهؤلاء الدراجين وتأمين أيضا الحركة المرورية المناسبة للمركبات التي تسير أيضا على مسقط السريع خلف هؤلاء الدراجين. ربما نعلم أنه هنالك سيكون بطء بعض الشيء وانقطاع بعض الشيء، ولكن كما أسلفت في مستهل الحديث على أنه هذا الحدث أيضا يعني حدث عالمي وحدث أيضا السلطنة تسعى لأنه تروج من خلاله إلى معالمها وإلى أيضا إثراء الجانب السياحي فيها، ونتأمل من الله سبحانه وتعالى أن يكون أيضا ناجح كما هو المعتاد في
يعني نسخاته الماضية. بالضبط. وسعة الصدر أيضا مطلوبة من الأخوان سائفين بعد المتواجدين أيضا في هذا الفرصة. يعني النقيب طبعا محمد يعني كل واحد يطول باله شوية ومسألة بكل سكين. نعم نعم يعني الآن من الساعة تقريبا الساعة 11:30 لغاية الساعة كم قلت لك يعني حقيقة كتوقيت محدد يعني ربما يمتد لثلاث ساعات ولكن كتوقيت محدد للعبور على طريق القطر السريع لا يمكن تقدير ولكن ربما يكون في بداية الساعة الثانية أو الثانية والنصف بهذا الشكل لأنه أيضا الدراجين حقيقة يعني سرعات تتفاوت في الطرق المستخدمة وبداية هذا الانطلاق أيضا سيكون في طرق داخلية بالضبط. وهذه الطرق الداخلية أيضا تتفاوت سرعاتها نعم. أما أنه في الطرق السريعة هم يتجاوزوا حقيقة يعني سرعة 80 كيلومتر في السرعة في الساعة في بعض الأحيان وبالتالي هذه أيضا سرعة مقبولة لئلا تكون هنالك أيضا انزحامات أو اختناقات مرورية عالية في مثل الطرق في مثل هذه الطرقات نعم نعم إن شاء الله يكون حدث جميل وحدث رائع وحدث طيب طواف عمان وطبعا من الناس عليهم فعلا هم شوية كذا يكونوا مطولين بالهم شوية في هذه الظروف وبس يدير بالهم من ساعة تقريبا ساعة 11:30 لغاية هذه ثلاث ساعات معناته ظروف الطريق اللي ذكرناها الآن ذكرها النقيب محمد فيها شوية نوع من الزحمة بعض الشيء فالواحد يعني يحط خلاص احتياطات من هذه اللحظة ولا إيش رأيك حنيفة؟ أهم شيء إنه يكون مريح باله وكذا ويعني وسعيد سعيد أهم شيء نعم ولا يتضجر يعني من الحالة اللي قاعد يصير لأنهم قاعدين يأدوا يعني وظيفتهم بالضبط يأدوا أيضا دور مهم بالضبط. في يعني إثراء السياحة والتعريف باللي هي المعالم السياحية في السلطنة شكرا النقيب محمد على هذه الوقفة المرورية معك والشكر طبعا موصول لدور شرطة عمان السلطانية في تنظيم أيضا حركة المرور ويوم سعيد على ذكر السعادة طبعا نتمنى لكم أيضا يوم سعيد ويوم جميل ويوم أيضا تفاني وعمل وهمة ونشاط شكرا جزيلا لكم يوم سعيد لكم أيضا أخي هلال ولمن معك ويوم سعيد لكل المستمعين الأكارم ونتمنى لهم أيضا مشاهدة ممتعة للطواف عند مروره بمثل هذه الولايات والمحافظات شكرا لك الله يسلمك حسنة العفو شكرا يا بعدهم كلهم يا سراج بينهم يا بعدهم كلهم يا سراج بينهم عطني من دنياك حبك واترك الباقي لهم عطني من دنياك حبك واترك الباقي لهم يا بعدهم كلهم يا سراجي بينهم عطني من دنياك حبك واترك الباقي لهم اللي أنفاسك دفاية ولمست إيدينك شفاية يكفي بس تبقى معايا منهم من بعدك مهم يا اللي أنفاسك دفاية ولمست إيدينك شفاية يكفي بس تبقى معايا منهم من بعدك مهم يكفي بس تبقى معايا منهم من بعدك مهم يا بعدهم كلهم يا سراجي بينهم عطني من دنياك حبك واترك الباقي أحبتنا أحبة الصباح ساعتنا تشير الآن إلى 8:19 أنتم على موعد معنا ونحن أيضا على موعد معكم في محطاتنا الصباحية وعلى مسار هذا الصباح نقول صباحكم الله بالخير صباحكم سعادة مستمعينا هل تنتظر السعادة تطرق بابك أم أنت من يطرق بابها السهل البسيط؟ هل تريد أن تكون سعيداً؟ عزيزي أنت من تسعد نفسك
فقط استشعر السعادة فسوف تكون سعيدا. قالت أحد الكاتبات الأوروبيات إن القدر مثل صندوق العجائب، يعطيك ما تريد، عندما تستشعر السعادة يعطيك سعادة، فأنت تختار ما تريد. أنا طبعا عند ظني عبدي بي فليظن بي ما يشاء. صباحكم دائما سعادة. كلما يعني الإنسان كانت عنده تلك الروح المتوهجة بالسعادة، وكلما استشعر السعادة وحط في داخل نفسه أن يكون سعيدا بصحبة أيضا السعيدين من حوله، العبوس ترى يجيب عبس والسعادة تجيب سعادة. يعني كل منطلق السعادة يكون من النفس البشرية نفس يعني بنفسها، فطبيعة شخصيتك أنت كإنسان تعتمد عليك إما أنك تكون سعيد أو تكون شقي. فالإنسان قد يسعد بمال أو صحبة أو نجاح أو إثبات ذات، فكل هذه أسباب للسعادة، لكن السعادة الحقيقية تنبع من نفس الإنسان بنفسه. بالضبط، يعني كلما كان الإنسان على يقين بما كتبه الله له، الإنسان طبعا القناعة كنز لا يفنى، إذا اقتنع الإنسان بكل ما حوله ولو كان شيء بسيط، ولو كان الفقر ليس عيبا، يعني الإنسان الفقير يقول ما سعيد، لا أحيانا الإنسان فقير، أحيانا السعادة مش في المال، بالضبط السعادة في شيء آخر، في راحة البال. نعم. ففي ناس هناك سلبيين يعني ينظروا للأشياء اللي ما يقتنوها، يعني الأشياء اللي ما عندهم، فما يقتنع باللي عنده ويكون سعيد بالموجود، فهو يطلب الغير موجود. بالضبط. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. صباح الخير مستمعينا، صباحكم سعادة، لازلنا متواصلين معاكم في برنامج صباح الخير يا بلادي، مستمتعين برسائلكم.
السعادة تغيب عنا ثم تأتي مجددا وكأنها تقول لا طعم للحلوى في فمن اعتاد على العسل. شكرا لله أولا، ثم شكرا للوقت الفاصل بين السعادتين لأنه يجعلنا نشعر بالسعادة أكثر. هذا الرسالة من سعيد الصقري صديق للبرنامج، شكرا جزيلا لك يا سعيد على هذه الكلمات السعيدة. صباح الخير صباح الأمل، نصبح على الجميع ونتمنى لكم يوما سعيدا بإذن الله. صباح الخير صباح الأمل، الرسالة مكررة. تحياتي سعود بن سيف اليعربي من ولاية إبرة، شكرا جزيلا لك يا سعود على هذه الرسالة وعلى تواصلك معنا عبر الرسائل. صباح السعادة للجميع، السعادة هي أن تسعد نفسك أهلك والجميع وحتى جميع المخلوقات الكونية، سواء كانت بكلمة طيبة وتقديم النصح والإرشاد من دون مقابل، وآخر السعادة بابتسامة ووجه بشوش في وجه الآخرين. معكم ناصر بن سيف العامري من محافظة الداخلية، شكرا جزيلا لك يا ناصر على هذه الرسالة وإن شاء الله أيامك كلها سعادة. صباحكم أمل وسعادة وتوفيق من الله، ربي أدم الصحة والعافية على الجميع. المرسل مجهول. نعم، إذن بتبقى بعض الرسائل اللي مرسلوها يعني يكون مجهولين، وهذا نتمنى أن فعلا تختفي هذه الإشكالية. وين سرحت وين؟ أنا بس راجع بعض المحطات الصباحية اللي عندنا اليوم، وطبعا نحن على موعد أيضا مع بعض الضيوف، ولكن طبعا أيضا ظروف الخط أحيانا يمكن ما تسعفنا. صباح الخير وصباح السعادة، عندنا أيضا رسائل أخرى. صباح الثقة بالله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هذه الرسالة من أم أحمد، وفعلا ذكر الله سعادة. بالضبط، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عموما 27 دقيقة ساعتنا الآن أحبتنا، وعندنا محطة قادمة بإذن الله تجمعنا بصور البحر، وصور عندما تذكر صور طبعا يذكر البحر، ولكن هذه الفعالية هي ورشة للمشرفين والإخصائيين ومعلمين الرياضة وكذلك أيضا المرشدات في محافظة جنوب الشرقية، تستمر حتى يوم الخميس، سنتعرف عليها أكثر بعد دقائق. ابتسم بشفاه ودموع تسيل، في عيون حزن وبثغرة أمل. ابتسم بشفاه ودموع تسيل، في عيون حزن وبثغرة أمل. الدموع جرح الخد الأسيل، والشفاه تورد الوجنة خجل. والشفاه تورد الوجنة خجل. إذن إلى ولاية صور بالتحديد طبعا حول موضوع هذه الورشة التي خصصت للمشرفين والإخصائيين والمعلمين وكذلك الكشافة والمرشدات، وتم جمع لا يعني لا بأس به في محافظة جنوب الشرقية. نتعرف أكثر تفاصيل مع الزميل راشد المخيني. راشد صباح الخير. صباح النور أستاذ هلال، صباح النور لكل المستمعين والمتابعين، صباح الخير يا بلادي ولكل من يتابع إذا سلطنة عمان. أخي هلال يا هلا مرحب بك، نعطي تفاصيل أكثر عن هذه الورشة. نعم، تفاصيل كما تفضلت أستاذ هلال، طبعا هو برنامج الدورة الأساسي لقادة وقادة الوحدات الكشفية والإرشادية، الفترة طبعا من 15 إلى 19 من شهر فبراير الحالي في المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الشرقية. معي أكثر من خلال هذا البرنامج الأستاذ بدر بن مراد البلوشي، رئيس قسم الكشافة والمرشدات في تعليمية جنوب الشرقية. أستاذ نتحدث أول شيء صباح الخير، نرحب فيك على إذاعة سلطنة عمان، برنامج صباح الخير يا بلادي. نتحدث عن ماذا يعني والهدف أيضا من هذه الدورة. صباح النور أستاذ رايف، صباح النور أستاذ هلال، نحييكم. حقيقة أن الأساس هي إقامة هذه الدورة في إطار
تأهيل قادة وقائدات الفرق الكشفية والإرشادية محافظة الجنوب الشرقية. طبعا هذا الدور تعتبر دور أساسية، والهدف منه هو صقل المواهب وقدرات القادة المشاركين، ومن خلال هذه الدور يكتسب المشاركين مجموعة من المهارات والفنون الكشفية والإرشادية. طبعا الدور يشمل الجانب النظري والجانب العملي وتطبيقات وزيارات للمدارس. حقيقة عدد المشاركين حوالي 90 مشارك من جميع مدارس المحافظة اللي هي 8 مدرسة. ونهدف من خلال الدورة وتأتي كذلك الهدف من الدورة هي الاستعداد لمسابقة التفوق الكشفي والإرشادي على كأس مولانا صاحب الجلالة السلطان قاسم سعيد المعظم، والتي تشرف وزارة التربية والتعليم باحتضان هذه المسابقة، والتي تشمل جميع الفرق الكشفية والإرشادية لجزء السلطنة. نعم، طيب انت حدث يعني عن هذه الدورة، متى إن شاء الله الختام، متى انطلقت والختام متى إن شاء الله وتحت رعاية من إن شاء الله؟ طبعا الدورة تستمر لمدة أسبوع، استمر من يوم الأحد وينتهي إن شاء الله على يوم 15، ويكون برعاية المدير عام المحافظة وإن شاء الله بمشيئة الله. طبعا مثل ما ذكرنا مدة الدورة هي أسبوع، وبعد ذلك هناك تطبيق عملي لما أخذوه المشاركين بالمدارس بمشيئة الله. طيب أستاذ بدر، الآن الدورة هي موجودة في المجمع الرياضي في ولاية صور، هذه الدورة هنا في هذه القاعة الرئيسية، نتحدث هل المشاركين راحين يعني يتنقلوا من مكان لمكان أم راح تكونوا هنا في هذا المكان؟ بداية الحقيقة نحن نشكر الأخوان في دائرة الشؤون الرياضية على تعاونها وعلى تسخير إمكانيات المجمع لإقامة مثل هذه الدورات. طبعا الدورة يكون مثل ما تفضلنا الجانب النظري والجانب العملي. طبعا الجانب النظري يكون داخل القاعات والجانب العملي في الميدان. طبعا الجانب العملي فيها طي خلوي، فيها أعمال الريادة، فيها السور ومجموعة من الأمور. يعني في هذا السياق حقيقة يعني نكرر شكرنا للإخوان في دائرة الشؤون الرياضية لتسخير إمكانيات هذا المجمع لإقامة الفعاليات والدورات، والشكر موصول حقيقة للمديرية العامة للكشاف والمرشدات على تسخير الإمكانيات وتزويد المشاركين بالكتيبات والمعارف والمعلومات لهذه الدورة. ماذا تقول في آخر ختام إن شاء الله من خلال حديثك هذا؟ حقيقة نتمنى أن المشاركين يستفيدوا من هذه الدورة، ونشكر الإذاعة العمانية على هذا اللقاء الذي ينقل الصورة لماذا يقوم به الكشاف والمشاركين، والشكر موصول إلى دائرة الشؤون الرياضية على تعاونها مع المدير العام للتربية والتعليم. وشكر للإذاعة العمانية فرم لكم، وشكر للأخ راشد، وشكر للأستاذ هلال. شكرا، يعطيك العافية. أيضا معي الأستاذ، نشوف الأستاذ أيضا خديجة بنت ربيع القيلانية. نعم. من المديرية العامة راح تتحدث معنا الأستاذ هلال، واحدة من المشاركات أو المشرفة إن شاء الله الآن، عن ماذا يحدث أيضا يعني كاستيعافهم وكيف الحال. راح نتعرف عليك أول شيء. أنا الأستاذة أم الفتحة الفضل. نعم. قائدة في فرقة الشاشة في مدرسة 7 مدرسة. نعم. مدرسة الموارد التعليم الأساسي، ومشاركة في الدورة التدريبية للفرقة الكشفية، وقد تعلمنا العديد من الورش، منها ورشة العقد والربطاء، وكذلك تعلمنا مراسيم رفع العلم بخطواتها. واليوم إن شاء الله سوف تتواصل الدورة، وإن شاء الله تتواصل ورشة الربطات والعقد، والدورة هي متواصلة لمدة 5 أيام، وإن شاء الله تكلل بالنجاح والتوفيق يا رب. شكرا، يعطيك العافية. شكرا. إذا أستاذ هلال، طبعا هذا هو إن شاء الله الختام، يوم الخميس انطلق من يوم الأحد، ويوم الخميس هو الختام. وايضا يعني هذه الدوره تناقش المسؤوليات وتوزيع المهام على مستوى ايضا الكشافه، قاده الكشافه للوحدات الكشفيه والارشاديه في المديريه العامه للتربيه والتعليم بمحافظه جنوب الشرقيه. جميل طبعا، ونتمنى لك ان شاء الله، نتمنى للجميع التوفيق، وورشه تعود بالنفع والفائده والثمار الطيبه على المشاركين فيها. شكرا جزيلا اخي راشد المخيني على هذه الدقائق الطيبه، ونراك ان شاء الله في محطات صباحيه اخرى. شكرا استاذ. الله يسلمك. صباح الزهور والورود احبتنا اينما كنتم في هذا الصباح، صحيح ان الورود والزهور تسعد الانسان بالضبط، حتى لو حد قال لك ان انت زنبقه مثلا بعد تكون سعيد. بالضبط طبعا، الزنبقه وكذلك ايضا البنفسج وكل طبعا الوان وانواع الورود الجميله، وما شاء الله هناك أسماء يعني مختلفة متنوعة
وفيها نوع من الصفاء والنقاء وكلها يعني صباحكم جوري وكادي والزهور اللي تحبوها بالضبط. وباقة ورد طبعا نهديها لجميع الأحبة الأصدقاء الذين يتواصلون معنا في هذا الصباح. أيضا مستمعي الكرام، بعض المؤسسات التعليمية لها مجموعة من المناشط والبرامج والفعاليات والملتقيات أيضا الفكرية والثقافية. كلية العلوم التطبيقية بورستاق من الكليات أيضا النشطة في هذه البرامج. حضرنا قبل أيام، قبل حوالي أسبوع أسبوعين هكذا، كان عرض مسرحي جميل، وحضرنا أيضا أمسيات ثقافية، وحضرنا أيضا أمسيات أيضا شعرية. كذلك هذه المرة هناك كان ملتقى التصوير الضوئي لكليات العلوم التطبيقية. جميل فعلا هذا التناغم في هذه البرامج الثقافية طبعا حنيفة، وأيضا التصوير هذا أيضا يفتح المجال حتى للطلبة الموجودين في الكلية أن يتعرفوا على خبرات الآخرين، أقرانهم من الكليات الأخرى، ويتعرفوا على المصورين نفس الشيء من خلال هذه الملتقيات. مجالات كثيرة فعلا، كنا يعني قبل أيام كنا نحاول التواصل معهم، يمكن ما وفقنا في الاتصال. هذه المرة نتعرف أيضا على حيثيات هذا الموضوع أكثر، والتصوير الضوئي
في كلية العلوم التطبيقية بروستاق، وأيضا بمشاركة مجموعة من كليات العلوم التطبيقية التي شاركت. ينضم إلينا الدكتور حمود بن عامر الوردي، عميد كلية العلوم التطبيقية بروستاق. دكتور حمود صباح الخير. صباح جميل أخي هلال، وصباح جميل لجميع الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات. الله يسلمك. صباحك كل الخير. أنت وين؟ من متى يعني إحنا ندور عليك؟ سبحان الله، هذا من سوء حظنا أن ما يكون في تواصل سابق. الله يسلمك دكتور حمود. يمكن حنيفة تعرج، يمكن كانت لنا أكثر من تواصل، يمكن أحيانا ظروف الخط يمكن ما ساعدتنا في الفترة السابقة، واليوم إن شاء الله يعني حظينا بك وحابين نتعرف أكثر دكتور حمود حول رسالة التصوير الضوئي والملتقى الجميل الذي عقدتموه. نعم، شكرا لك أخي هلال. طبعا لا يخفى عليكم، تعتبر الأنشطة الطلابية من الأنشطة اللاصفية التي تدعمها كلية العلوم التطبيقية بروستاق، وذلك بهدف تنمية مواهب الطلبة ومهاراتهم وصقل شخصياتهم. ويعتبر التصوير بحد ذاته متنفس للكثير من الشباب المبدع الذي يملك شغف البحث بعينه الثالثة عن لحظة يلتقطها ليحتفظ بها كذكرى تبقى خالدة للأبد. ومن هذا المنطلق حرص مركز الخدمات الطلابية في كلية العلوم التطبيقية بروستاق متمثلا في نادي التصوير في أن يحتوي إبداعات هؤلاء الطلبة في مجال التصوير وصقل أيضا مواهبهم من خلال تنفيذ العديد من الورش العملية ورحلات التصوير الميدانية، وذلك بهدف تقديم أعمال فنية تختلف في معناها حسب نظرة المشاهد. يأتي ملتقى التصوير السابع لهذا العام للاحتفاء بكوكبة من الطلبة المبدعين في مجال التصوير الفوتوغرافي، وقد جاء الملتقى لهذا العام ليحمل مسمى رؤية، والذي تم اختياره ليعبر عن الرؤية الجديدة للطلاب في مجال التصوير. كما أيضا سعت الكلية هذا العام على مشاركة مختلف الكليات والجامعات الحكومية والخاصة في هذا الملتقى، حيث تم طرح مسابقة خاصة للكليات والجامعات تحت عنوان روح صامتة، حرصا منا طبعا على إشراك مختلف فئات المجتمع في مجال الأنشطة الثقافية والفنية لخلق جيل مثقف يسهم في بناء هذا الوطن. أيضا تميز هذا الملتقى لهذا العام باستضافة أعمال لمصورين، من أحدهما من دولة الكويت الشقيقة والآخر من لبنان، وقدم المصورين عدد 12 عملا فنيا. جميل. طبعا الجدير بالذكر أن ملتقى التصوير السابع لهذا العام يتضمن معرضين يحتويان على أكثر من 120 عمل إبداعي سطرته أنامل أبنائنا الطلبة. ما شاء الله ما شاء الله. إذا معنى ذلك أنه طبعا المجال طبعا مفتوح، والمجال أيضا نستطيع أن نقول أنه يفتح يعني أبواب ويفتح أيضا أعمال جميلة لأبنائنا وبناتنا إن شاء الله. كيف وجدت الأعمال اللي شاركوا فيها الطلبة؟ نعم، الأعمال الطلبة كانت متميزة وإبداعية، وطبعا حتى يعني وعكسوا حتى مسمى الملتقى لهذا العام وهو رؤية على جميع أعمالهم الفنية. نعم. يعني لكل صورة كل مشاهد يراها برؤية مختلفة عن الآخر في جميع الأعمال الفنية التي عرضت في المعرضين. نعم. هي يعني كلمة رؤية والتعبير برؤية ما شاء الله أفق كبير وأفق واسع، يعني حسب رؤية كل إنسان وحسب مشاعره وحاسيسه ومهارته أيضا في فن التصوير. بالضبط. نعم. ما الرؤية القادمة إن شاء الله لهذا المجال؟ نعم، طبعا الملتقى هذا يقام سنويا، وإن شاء الله بيكون لنا مشاركة أخرى في مسابقة قادمة إن شاء الله، هي مسابقة الإبداع الطلابي لكليات العلوم التطبيقية. نعم. والتي ستقام إن شاء الله في إبريل القادم إن شاء الله تعالى. طبعا هذه الورش ورحلات التصوير والملتقيات اللي نقيمها كلها استأذها من باب تنمية مهارات الطلبة، ومن باب أيضا الاستعداد لما هو قادم من مسابقات إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. وإن شاء الله كلية بروستاق بجميع طلابها إن شاء الله على نية أن يدخلوا في منافسة قوية مع جميع الكليات. الجدير بالذكر أيضا إذا الوقت يسمح لي أيضا، أيضا في مسابقة اللي نظمتها إدارة مهرجان مسقط. نعم. بالتنسيق مع جمعية التصوير الضوئي مؤخرا خلال الأسبوع الماضي، فاز بالمركز الأول الطالب مالك بن حمد المعولي، وهو أحد طلاب كلية العلوم التطبيقية بروستاق. أحسنتم. طبعا أنت تفتخر بهذا الشيء. أكيد. نعم، نحن نفتخر بجميع أبنائنا الطلبة المبدعين. طبعا هذه فرصة لهم جميعا أن ينموا مواهبهم في مجال التصوير. بالضبط. تحية. نعم. لطالب مالك، ونتمنى له إن شاء الله التوفيق، وتحية أيضا للكلية على هذا الدور الرائد في
أيضا في فتح مجال لأبنائنا الطلبة والطالبات في الكلية، كلية العلوم التطبيقية بروستاق، سواء كان في التصوير أو في أي مجال من المجالات الفنية الثقافية التي تعبر فعلا عن حرص الكلية على أيضا افتتح هذه الأبواب المتناغمة للجانب الثقافي والفني. شكرا جزيلا دكتور حمود بن عامر الوردي عميد كلية العلوم التطبيقية بروستاق على هذه الدقائق القيمة. أحسنت، والشكر موصول لكم أخي هلال على إتاحة الفرصة لنا لتسليط الضوء على ملتقى التصوير السابع بكلية العلوم التطبيقية بروستاق. الله يسلمك. أحسنت، شكرا. جانب كحلك ومشطك وبعض أشياء منثورة وعطر غامض مثلك يخبي في السجاج أسرار. أنا عشت الهوى دربك مجرد صورة مكسورة، على تسريحتك عاشت حبيسة بجانب كحلك ومشطك وبعض أشياء منثورة وعطر غامض مثلك يخبي في الزجاج أسرار. أنا عشت الهوى قربك مجرد صورة مكسورة، على تسريحتك عاشت حبيسة كذبة وغبار. بجانب كحلك ومشطك وبعض أشياء منثورة وعطر غامض مثلك يخبي في الزجاج أسرار. أنا عشت الهوى قربك مجرد صورة مكسورة، على تسريحتك عاشت حبيسة كذبة وغبار. أشوفك تنظرين لها بضحكة عين مسرورة وأفكر نظرتك شوق معها جملتين عذار، وثاري نظرتك مرت عليها بس مجبورة. قصدتي خلفها وجه تشتت في مرايا الدار، نسيتي واصبحت صورة مع الأيام مهجورة، نسيتي وابتدت ترحل من البرواز والأسوار، نسيتي بس خليها يا بنت الناس مستورة. نسيتيني وانا مثلك نسيتك والزمن دوار. بجانب كحلك ومشتك وبعض اشياء منثورة وعطر غامض مثلك. ايضا هناك نصيب اخر للمدارس ايضا من خلال ايضا الفعاليات والبرامج والمناشط. قبل قليل كنا مع كلية رستاق، هذه المرة ننطلق إلى أيضا المدارس ودورها أيضا في هذا الجانب الثقافي التعليمي. والحين محطتنا من مدرسة الجيلة بولاية سمائل محافظة الداخلية، عندهم ملتقى المبدعون. هذا الملتقى خاص لإظهار الشخصيات العمانية الرائدة في مجالات مختلفة. نعم، أيضا إلى الجانب طبعا الملتقى يعني في الخط، الإنشاد، الشعر، الرسم، التصوير، السعف، الاختراع، جميل جدا. هناك أيضا معرض، هذا المعرض يستهدف جميع التربويين وطلبة وطلاب المدارس بالمحافظة ورواد الأعمال. يعني جميل فعلا أن تكون هذه الأفكار كلها راسخة بأبنائنا الطلبة والطالبات حتى فعلا ينمي مواهبهم. بالضبط هذا ما نتمنى، ونحط رحالنا الآن في هذه المدرسة ومن خلال هذه البرامج هذه الفعاليات التي تقوم بها معنا الأخت الفاضلة أسماء العامرية
طبعا مشاركة معهم في هذا الملتقى ومن المشرفات أيضا على هذا الملتقى. أختي أسماء صباح الخير. صباح النور أخلال. الله يسلمك، يا أهلا وسهلا بيك. حابين نتعرف أكثر على هذا الملتقى وهذه الإشراقات الإبداعية. طبعا من كلمة إشراقات نعرف أن هي كلها ما شاء الله طاقات إبداعية، نتمنى لها كل التوفيق إن شاء الله. بالضبط هي كذلك، وهذا ما نتمناه إن شاء الله. طبعا غدا بإذن الله على حسب ما خططنا سوف تبدأ فعالية ملتقانا، ملتقى إشراقات إبداعية تحت رعاية الشيخ الفاضل أحمد عبد الله الكندي ولي السمائل. طبعا يأتي تنظيم هذا الملتقى من تنظيم مدرسة الجيلة للتعليم الأساسي بولاية السمائل بالتعاون مع فريق رحلة عطاء التطوعي، ويتضمن الملتقى بإذن الله ورشة تدريبية في فن التميز وجلسات حوارية مع شخصيات عمانية مبدعة، كما يتضمن كذلك معرض للمبدعين لهذه الشخصيات المعطاءة في هذا الوطن لنتعرف على رحلتهم في مشوار الإبداع بإذن الله. نعم، المعرض بيكون إن شاء الله أيضا مصاحب صحيح؟ نعم. بإذن الله. طبعا هو الملتقى نستطيع أن نقول هو ملتقى ثقافي وفني ومتنوع، لأنه يجمع نسبة من المبدعين في المجتمع العماني، حاولنا جاهدين أن يكون من كل مجال بإذن الله سوف يكون، ومن كل وسط سيكون معنا ضيف، سوف يكون من الإعلام وفي مجال الرسم والاختراع، في مجال التصميم الرقمي، الخط والنحت، التصوير، وفي الفري ستايل وغيرها من المجالات. قدر الإمكان حاولنا أن نجمعهم جميعا في يوم واحد في فعالية واحدة، ويجمع إن شاء الله الملتقى بين الحوار وبين المادة العينية التي الهدف منها هي أن تروي لنا قصص نجاح هذه الشخصيات وأهم العوامل التي ساهمت في تطويرهم والصعوبات التي واجهتهم في طريق الإبداع والتميز. أستاذة أسماء، كيف تشوف في تفاعل الطلبة مع هذا الملتقى؟ صراحة هم في جو الاستعداد للملتقى، هناك حماس كبير. نحن بدينا طبعا حملة إعلامية من أيام بوسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، ونرى من الآن تشويق متشوق الجميع لهذه الفعالية وللحضور. طبعا هو راح يستهدف الجميع، الدعوة راح تكون عامة، هدفنا الأساسي هم أبنائنا الطلبة التربويين والمهتمين وكل من هو في الوسط ولديه موهبة ويريد أن يرى نماذج حقيقية وقدوة ناجحة في أرض الواقع، بإمكانه أن يعني يشرفنا غدا إن شاء الله في الفعالية، لأن الفعالية هي فرصة رائعة لهؤلاء المبدعين أن يروا هذه القصص على أرض الواقع، ويكون لهم تحفيز أن يمشوا بإذن الله على خطاها. أتمنى لكم حقيقة التوفيق، جميل هذا التناغم الجميل مع أبنائنا وبناتنا الطلبة، وعمل هذه الملتقيات اللي تعطيهم حافز أيضا استثماري لعملية التعليمية، وكذلك أيضا لاستنطاق مواهبهم بكل فصقلها على الالتقاء بهذا المبدعين، وأيضا في حوار هكذا جميل ونوع من يفتح لهم آفاق بالضبط. لأنهم ينموا مواهبهم أكثر ويهتموا فيها أكثر. بالضبط. إذن تحية الله يسلمك تحية لمدرسة. أريد أيضا أن أذكر أن المدرسة هي طبعا الجزء الرئيسي والمؤثر في تكوين شخصية الأبناء، هي المنطلق لذلك. من هنا من بيئة المدرسة نحن نكتشف أبنائنا الطلاب، أبنائنا الموهوبين، عندما نقلب لهم إلى المدرسة نماذج لهذه الشخصيات المعطاءة المبدعة التي اهتمت بمواهبها وثقلتها ووصلت إلى مشوار كبير. طبعا احنا معظم الشخصيات المشاركة معنا ما شاء الله لهم مشاركات عالمية ودولية وإقليمية وحققوا نجاحات كبيرة، فلما يرى الطالب المبدع اللي عنده موهبة مثل هذه النماذج أمامه ناجحة، يكون حافز بإذن الله لهم بأن يحذو حذو هذه الشخصيات ويكونوا في المستقبل قادرين على إبراز هذه المواهب من أجل خدمة مجتمعهم طبعا في الأول والأخير. نعم، شكرا للأخت الفاضلة أسماء العامري على هذه الدقائق الصباحية، شاكرين دوركم الكبير. تحية أيضا لمدرسة الجيلة للتعليم الأساسي على هذه الإبداعات وعلى هذه الإشراقات الإبداعية، تمنياتنا لكم إن شاء الله مع انطلاق هذا الملتقى خير. بالتوفيق إن شاء الله. أحسنتم، بارك الله فيكم، انتهت الفرصة كذلكم جميعا لتشريفنا بإذن الله في هذه الفعالية إن شاء الله. جزاكم الله خير إن شاء الله بعون الله. أحسنتم، مع السلامة.
إذن قبل الختام، مسك الختام، ما إيش عندنا في مسك الختام؟ رسائل. أنا أريد أقولهم كلمة لمستمعينا: الحياة مجرد مشاعر، تعلم أن تكون سعيدا بلا سبب، ابتسم دائما، مارس وجودك الإيجابي، تحمس بدون هدف، استمتع بلا عمل، تحرك، أرقص، غني، افرح، عانق الحياة، وكن مجنونا تكن أعقل العقلاء. طيب جميلة بعض الكلمات. تحمس بدون هدف، يعني كيف واحد يتحمس بدون هدف؟ يتحمس كذا يعني، يعني حتى ولو ما كان في هدف، ما في هدف، أهم شيء يستشعر السعادة. ولكن يعني جميل أن يكون الهدف مصاحب للإنسان. ترى على فكرة لما يكون في هدف يكون حماس أكثر، صح ولا لا؟ هو كذا يعني. أيوة. لا أنا عارف البعد الجميل اللي هو رسم، هذه فلسفة. فلسفة نعم. حتى لو كان ما في هدف، يعني حتى لو كان ضاع هدفك ولا شيء ولا، فعلى الإنسان فعلا أن يتحمس وأن يستشعر هذه الروح الوثابة للعمل. وكذلك وهناك أيضا رسائل قبل أيضا الختام. صباح الخير والسعادة، أبو خليفة من ولاية الجازر، يسعد صباحك يا أبو خليفة. ثق في نفسك، ترعب أعدائك مهما كانت قوتهم، صباح الثقة بالنفس. من أم منصور: صباح السعادة يا أم منصور، اللهم اجعلنا من العاملين المخلصين لهذا الوطن. أمين. وقائده. أخوكم عيسى بن راشد النيري من قريات، صديق حسن للبرنامج. شكرا جزيلا لك يا عيسى. صباح الخير، عندي مشاركة عبارة عن قصيدة صوتية قمت بتسجيلها في استوديو مهدى إلى صاحب الجلالة، كيف أقدر أرسلها لكم؟ إحنا يعني مشاعرك واصلة، ويعني كل ما كان الإنسان يريد أن يعبر، معقول هي دائما التعبيرات نعتبرها يعني واصلة لنا، ونحن فعلا نستشعرها، نستشعر هذا الإحساس الجميل. لم يبقى من عمر برنامجنا إلا دقائق بسيطة، هذه تحية طاقم البرنامج. كان معكم بكل سعادة في الإعداد والتقديم هلال بن سالم الهلالي، وأيضا سعادة أخرى مضافة لزميلة حنيفة بنت خميس العبرية، وأيضا شاركنا بسعادة هزاع بن سيف الراسبي الإخراج. حصل يا صاحبي ليه ما حسبنا حساب هذا، يا صاحبي ليه ما حسبنا حساب شبي. Bye.